وإلى متابعة الأخبار المحلية، حيث صرح سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن قرار السماح للأندية بإشراف لاعبيها الأجانب الأربعة مؤجل إلى الموسم المقبل، وأشار إلى أن المسابقة الحالية ستتم وفقا للوائح والشروط التي بدأت عليها، وأي تعديل سيكون ابتداء من الموسم الجديد. وأضاف أن هناك اجتماعا لمجلس إدارة الاتحاد السبت المقبل لاعتماد هذه القرارات. أرسل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو رضا خطاباً رسمياً للأندية المشاركة في الدوري الممتاز، يؤكد فيه انتظار الموافقة الأمنية على حضور 300 مشجع لكل نادي في مباريات الدوري. ويأتي هذا بعدما اتفقت الأندية في اجتماعها الأخير على حضور 300 مشجع لكل فريق في المباريات المتبقية من عمر الدوري، على أن يكون هناك حضور جماهيري أكبر في مباريات كأس مصر. وأفاد الخطاب الذي تم إرساله للأندية أن المصرح لهم بدخول المدرجات 75 فردا من كل نادي، بينهم 15 فردا رئيس وأعضاء مجلس إدارة و60 فرد من الإدارات التنفيذية والمنظمين. حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين يوم 3 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الجديد، ومن المفترض أن تنتهي مسابقة الدوري في الموسم الحالي يوم 20 مايو المقبل بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل كأس العالم في روسيا والذي يقام في شهر يونيو. وتعقد لجنة المسابقات اجتماعا خلال ساعات من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة فيما يخص موعد مباراة السوبر المحلي في الموسم الجديد، وكذلك مواعيد بطولة كأس مصر.